يعني فقط خاصنا احنا باش ما نديكالي الله هاك الله هاك هي نوليو لبستنا ماكلتنا تقاليدنا العاديه سير باز دام ان كلانلينس اف سومون سير باز از يو ان انتيليجنس سير باز دام ان نايسنس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها لا يطيب هذا المقام إلا في حضرة جميع المدعوين معنا لهذا اللقاء لأن الجزائري لا يعرف عن تراثه الكثير من الأشياء فبدأت مراجعات على مستوى المنهاج المدرسي وتم يعني إدخال بعض العناصر الثقافية يموت فيه راجع مسن كل مرة نفقدوا خزانة ولا كنز مكنون لتراث يحمله شخص هي في التراث هي تتضامن فيما بينها هي في حالة تضامن هذا التضامن تزرع صح لبالكم بلي كي وحدة إبداعية عند هذا المرأة عندها قوة ذاكرة خيالية هذه بلادي هذه أرضي هذا يقول علي هذه أرضي هذه تاعي حكومة الدعوة ولازم تواصل علينا شكرا لكم على من كبار السن يحفظون أكثر مني ربما بطريقة ربما أجود هنا أصبح الأسرة المجتمعة ولكل من يحمل هذا الشيء بالكاد يتحدث الأب مع ابنه أو الأم تسمع الكل هكذا يديروا جلسات جلسات تعليميه لقراءه قصائد الصف على الاشياء ثانيا اول مره نخدموا وجهه النظر تاعنا المحليه ما نقدروش نقولوا سياحه بلا ما نقولوا بلا ما نقولوا تراث بلا ما نقولوا الثوره الثانيه ثالث تحتين لكم الشكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته